طيب خلينا ناخد على التليفون الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي العزيز. يا استاذ علاء صباح الفل على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الفل عليك استاذ الهواند، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن كريم، اهلا وسهلا بيكم وتحياتي لكل مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان وزمان. اهلا بحضرتك وهتنورنا بقى هنا مره، يعني لازم هنستناك وخليك ان شاء الله. ده يشرفني ان شاء الله. في يعني ملفات وفي كلام كتير قوي، معلش لو هتسمح لي انا هبدا مع حضرتك بالمنتخب، لان احنا يعني النهارده صاحيين كنا فاكرين ان احنا هنصحى الى حد ما في مود احسن، توقعات كانت احسن بكتير، ولكن اللي حصل ان انت مركز رابع، بتشوف فين الاخفاق يا استاذ علاء؟ بالتاكيد الاخفاق كان صدمه كبيره جدا للجماهير، وهو ده كان المحاذير والمخاوف. انا كان اكثر شيء بيقلقني من عمليه التجارب اللي كان بيقوم بها مستر كروش هي فقد ثقه الجماهير في المنتخب الوطني، وده للاسف شديد حصل امبارح. وانا كنت كل قلقي ان الفاصل الزمني بين البطوله كاس العرب وبطوله كاس الامم الافريقيه ايام، يعني اقل من 20 يوم، فبالتالي فقد الثقه ده شيء سلبي جدا. المنتخب يسافر يروح يلعب بطوله كبيره والجماهير فقد الثقه، الاعلام فقد الثقه في الـ في الـ في الـ في الجهاز الفني، فقد الثقه في عدد كبير من اللاعبين. فده كانت المحاذير الاولى، ان كثر التجارب ممكن تؤدي نتائج عكسيه وبالتالي الجماهير تفقد الثقه، وده اللي حصل امبارح للاسف الشديد. كمان جت مباراه تونس والجزائر في النهائي والناس قعدت تقارن، لان دي كانت بطوله محليين تقريبا، يعني زي بطوله افريقيا المحليين. الناس شافت مستوى الجزائر ومستوى تونس وقعدوا يعملوا مقارنات كثيره جدا، اكتشفوا ان احنا اقل بكثير جدا من منتخب الجزائر ومنتخب تونس، فالاحباط زاد اكثر. يعني يمكن حتى الاداء المباراه نفسها الناس كلها كانت كله عمال يقارن بين اداء تونس واداء الجزائر في النهائي واداء منتخب مصر سواء في مباراه المركز الثالث او في المباراه السابقه، فبالتالي كان في احباط، فعلا كان في احباط عند الجماهير بشكل كبير جدا. الاحباط الجماهيري ده شجع الاعلام بشكل كبير جدا، كل المنصات الاعلاميه والبرامج الرياضيه امبارح كلها استمدت من احباط الجماهير فرصه ان كانت للهجوم على كروش والجهاز الفني المعاون، والحديث ابتدى في الكواليس عن وجود خلافات وعن وجود صحيح. ازمات داخل معسكر المنتخب. صحيح ده اتقال فعلا، وعايز اقول لحضرتك كمان يعني من الحاجات اللي اتكتبت مطالبات باقاله كيراش والاتيان تحديدا، بقى انا هذكر هنا اسماء بحسام حسن وحاجات زي كده، وصل الموضوع يعني مع ان برضو لحضرتك تقول لي النقطه دي يا استاذ علاء، في الاول قبل ما نبدا بطوله كاس العرب الناس كلها كانت فاهمه وحتى كانت بتتداول ما بينها ان دي يعني بطوله وتجربه واحنا عايزين نشوف كيراش هيوصل في النهايه للقايمه ازاي، ان هو بيدخل عناصر جديده، يعني الناس كان عندها تقبل لهذه الفكره. بعد كده بمرور الماتشات ابتدت الناس تقول لا انا مش عايز الموضوع يبقى تجربه وخلاص، انا عايز اكسب، انا عايز احصل على البطوله. حتى كان في ناس من منتخبات اخرى كانت بتتحدث ان منتخب مصر هو يمكن الاقرب للفوز بالبطوله، لكن ما حصل او ما صار على ارض الواقع تماما غير كده. هو ده بالفعل حصل نتيجه تغير مفهوم والمنظور للبطوله العربيه. الناس كلها كانت فاهمه ان البطوله العربيه مجرد بطوله وديه، بطوله سهله جدا، بطوله في المتناول لمنتخب مصر، المنافسين رايحين يعملوها بطوله شرفيه، اي منتخبات شمال افريقيا مش مهتميه بيها، كل مركز على بطوله كاس الامم الافريقيه، المنتخبات العربيه منتخبات اسيا الاعلان عن لما في البدايه اعلنوا ان المنتخب السعوديه رايح بمنتخب الرديف، الاعلان عن ان منتخب المغرب هيروح بدون لعيبته الاساسيه، ولاعيبه تونس عندهم ازمات ومشاكل، كل ده عطى انطباع للجماهير قبل انطلاق البطوله ان دي بطوله وديه في المتناول صح. وبطوله سهله جدا 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 جدا. على ارض الواقع شفنا بطوله مختلفه تماما تماما تماما، يعني الحضور الجماهيري يمكن ده شويه اللي خلى البطوله تنجح جدا 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 اعلاميا، التحكيم كمان عنصر التحكيم اللي بيجيب صفوه حكام العالم، وللاسف الشديد المدرب الوحيد ما بين 16 منتخب الوحيد اللي اتكلم عن التحكيم هو كروش فقط، ما فيش ولا مدير فني بعد اي مباراه، حتى المنتخبات اللي خسرت هزائم ثقيله ما حدش فيهم طلع علق على اي حكم مباراه الا كروش بس، الوحيد اللي اتكلم عن التحكيم مرتين بعد الهزيمه من تونس وبعد الهزيمه امبارح من منتخب قطر. بس مختلف تماما على حد تعبيرك يا استاذ علاء، يعني بالنسبه لمستويات الفرق المنافسه كلها عند توقعات الناس، عند حسن ظن جماهيرهم بيهم، لكن اللي جاء مختلفا تماما اعتقد هو اداء منتخبنا احنا، ولا انت ايه رايك؟ لا هم يعني الناس كلها كانت رهان، يعني حتى يعني الجزائر الناس كلها كانت بتراهن على الجزائر على خلفيه انتصارات الجزائر، على خلفيه
حاله الانسجام، لكن 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 على المعيار الفني كان كله حاطط منتخب مصر مع الجزائر في كفه واحده في النهائي يعني، وكان توقعاتنا احنا افضل من تونس وافضل من المغرب وافضل من المنتخبات كلها، فكل الناس رايحه على ان مصر هتكون ليها الافضليه وهتوصل المباراه النهائيه مع الجزائر وهيكون لنا احنا الافضليه في النهايه، لان الجزائر بتاع يعني احنا منتخبنا يعني المنتخب قوام المنتخب الوطني بتاعنا اساسه من المحليين عكس منتخب الجزائر، منتخب الجزائر القوام الاعظم من المحترفين، فبالتالي احنا شفنا فرصه ان احنا منتخبنا هيلعب ناقص لاعب او لاعبين مهمين جدا زي محمد صلاح والنني بس، ومنتخب الجزائر هيكون فاقد مثلا حوالي 18 لعيب، فبالتالي كانت افضليه لينا، فاحنا رحنا شاركنا في البطوله دي على 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 الاساس ده، وعلى اساس ان دي بطوله مش هيكون فيها حضور جماهيري متوقع، هيكون التحكيم فيها عادي جدا زي اي بطوله عاديه، الملاعب هيكون في ضغط على ارضيه الملاعب، الاعلام مش هيكون مهتم بالبطوله، يعني البطوله يعني ممكن تكون سريه شويه يهتموا بيها شويه، لكن على ارض الواقع لا، احنا شفنا بطوله يعني امبارح كل الناس كانت بتتكلم على النهائي امبارح ده نهائي كاس الامم الافريقيه مش نهائي بطوله عربيه. صحيح ده حقيقي فعلا استاذ علاء. على كل حال يعني ما زلت بدعو حضرتك تنورنا ان شاء الله هنا ونتكلم بقى بشكل اكثر تفصيلا مع حضرتك في نقاط عديده، شكرا ليك جدا على هذه المداخله.